مساء الخير، تحياتنا لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. بتمنى انكم تكونوا قضيتوا اجازة سعيدة، وصباح الفل ليك يا سوسو. يا صباح الفل والجمال، صباح العودة بعد الأجازة، صباح الأعياد، صباح كل المناسبات الحلوة. يا رب أيامكم طيبة وأيامكم حلوة دايما يا رب إن شاء الله. طبعا الأجازة كانت طويلة، يعني لازم نبقى صراحة مع بعض. كانت طويلة وكانت حلوة. والله أنا حسينا، أنا انبسطت، يعني أنا إحساسك بتصحي كل يوم الصبح وقاعدة ومكملة في اليوم، قاعدة في البيت. انت مش مضطرة ان انت تنزلي لا وتنزلي تعملي مشاويرك اللي انت مش بتعملي كده. المهم، بس انا عايزة اقول لكم على حاجة من ضمن الاخبار والاحصائيات اللي وصلت لنا، حابين ان احنا نبتدي بيها البرنامج النهاردة. كنت لسه هقولها لزهير، الاحصائيات بتقول يا جماعة ان بسبب الاجازة الطويلة اللي حصلت الاخيرة دي اللي هم العشر ايام، كم المشاكل الزوجية اللي حصلت بين الاتنين المتجوزين راجل ومراته، يعني كميات كبيرة جدا، وكان في خناقات كتيرة جدا 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 ظهرت في العشر ايام دول. ليه؟ لان الراجل قاعد قدام مراته والست قاعدة قدام جوزها. والله الخناقات دي احنا شفناها بس على السوشيال ميديا. انا كورونا، يعني طب ما في كان أيوة كورونا، كان الكورونا، بس احنا شفناها بس على السوشيال ميديا. انا قصدي ان الواحد ما لمسهاش من الناس اللي هو بيعرفهم او يعني شايفين اللي احنا شايفينه، الصورة الكاريكاتورية دي. انا بحس ان الصورة الكاريكاتورية دي، يعني فكرة ان اجازة العيد قادرة تهد الاسرة المصرية، لا انا مش حاسة بكده. لكن اقدر اقول ان الناس اللي ممكن عيد، وكل واحد فينا متوقع انه يغير جو، اجازة طويلة، العيال اجازة، في ناس بيبقى عندهم ثانوية عامة، بس احنا ممكن نخرج، نروح جنينة، نروح نزور حماتي، اروح ازور امي، ناخد يوم في القناطر، ناخد يوم في اي جنينة. فكرة ان الراجل ما يعملش ده او ما يفكرش في ده او ما يشجعش مراته ان هي تعمل ده حتى بسبب الظروف المادية، يعني انا ممكن او لا يلا بينا هناخد العيال ونقعد في جنينة، اعملي حلة مكرونة وناجتس وهاتلنا ترمسين واحد شاي وهاتي ميه وتعالي نقعد في الجنينه. بس انا عايزه اقول لك ده اللي يعمل مشاكل، يعني دي تعمل الناس الناس البسيطه دي ما عندهاش مشاكل. هو يعني اعتقد المشاكل بتحصل في الطبقات اللي هي ما بعد البسيطه، المتوسطه، فوق المتوسطه، ما فوق المتوسطه. عشان احنا عندنا في كل طبقه طبقات، يعني ما عادش فيه الطبقه تحت وطبقه متوسطه وطبقه عليا، لا بقى عندنا كتير في كل طبقه في مجموعه من الطبقات. فانا بتهيألي في الطبقات اللي احنا بنسميها طبقات الدنيا والطبقات الاولى دي ما فيهاش المشاكل دي، بيبقوا مستمتعين واي حاجه بسيطه بيستمتعوا بيها. لكن فيما فوق بقى بيبقى عندنا توقعات وعندنا غلاء اسعار وعندنا طموحات والواقع يكسر الطموحات، وقاعده في البيت والعيال بتذاكر ومفيش فلوس كتير، يعني كل توقعاتك وامنياتك بتتحطم على صخره الواقع. فيعني اكيد كبروا دماغكم. في ناس مش راضيه، بس في ناس انبسطت ومفيده، هي راحت قعدت في الشمس. والله روحت العين السخنه، رائع، الجو كان رائع جدا، واخدت معايا اسرتي الصغيره وثلاث ايام ورجعت طبعا، لان انا انتوا عارفين انا عندي حاجات تانية بجهزها. فثلاث ايام نمتهم وكنت اقعد، بس حسيت ان انا كبرت. يعني انا في الاجازه دي حسيت ان انا عندي هم، انا ما اعرفش قاعده بفكر فيه والله العظيم. لا بجد، اللي عنده بنوتة على وش تتجوز او بيكتب كتابها ان شاء الله ربنا يكرم. لا 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 فعلا فعلا ربنا هيسرها ان شاء الله. ام العروسة فاضية ومشغولة. وفكرة ان انا بس مش حقيقي ان ام العروسة بتبقى فاضية ومشغولة خالص. هي مشغولة ومشغولة ومتكركبة وهي ومش مركزة، وهي رادار التحرك بتاع العريس والعروس. يعني هي اللي بتحجز، دي عايزه تروح تعمل مش عارفه ايه، تنظيف بشره، دي عايزه تروح تعمل شعرها. لا ده انا اكتشفت ان في حبه حاجات كتيره قوي على ايامنا. انا دلوقتي open for suggestion لي
دخلت العروسه والزفه، اللي عنده اي اغنيه ابعتوها لي على الانستجرام، يعني الاغنيه اللي عجبكم هي انا طلع عين اللي خلفوني. مش انت اللي هتختار، سايبها لي هي اللي هتختار. لا ماما هتيجي في الاخر، هي اللي هتختار. مستحيل. طب اقول لك ده جيل اختيارات، جيل ما بي ما احنا ما بنفرضش عليه اي اختيار ولا ابسط اختيار. قعدت تقولي اختاري اختاري اختاري، فقلت طب تمام. ففتحت التيك توك، فانا بحب قوي حنان ماضي. لو كان يا مكان كان في طير، كان يا مكان هتدخل على كان. ايوه مكان. يا بنتي اسمعي، تناحى جانبا. شكرا. شكرا والله، فرصه سعيده. عصفور وجناحاته صغيره وكان بيحلم بالحق، مش ديسنت. تقول لي انا عايزه اخش على حاجه كل الناس تزقف وتزغرط. الحقيقي ايه اليوم الحلو ده؟ خلاص بقى النشيد الشعبي عجبتني بقى. لا خلاص، بعت لها ايه؟ بعت لها عبله كامل، ما تصلوا على نبينا. انا بقول ان في ده هيست من كتر ما هي يعني مضغوطه. طب والله العظيم ده دور شكلها حلو. دور صلوا على نبينا. دور ام العروسه مش لايق عليك، مش لابسه خالص خالص خالص. فخليكي على جنب. ودور المسؤوليه. وبعدين بقى كل شويه تبصي تقولي ماما هو انت متنحه ليه؟ لا 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 انا ماما مش واخده، انا مش واخده، انا لسه انا مش واخده عليكي. هاديه كده. ما قلت لها بس الخض كله جاي، يعني كله جاي. ربنا يسعد ولادكم وولادنا ان شاء الله يكون وحياتهم. مش ده المهم، حياتهم هي اللي تبقى كويسه. ان شاء الله يكون احلى يوم، وان شاء الله يكون نرجع لموضوعنا باذن الله لمنى وعريسها الجميل احمد. الدنيا حر. الدنيا حر بجد. الحر مهين، مهين جدا. وبعدين مش احنا بس، العالم كله فوق سطح صفيح ساخن بجد. يعني العالم كله بيتقلب في ذروه الحراره. الحراره مش مشكله عندنا بس، المشكله عندنا ان درجه الرطوبه زي ما الدكتوره منار غانم بتقول 80، وفي السواحل 90. ما هي دي اللي مخلياكي تحسي بالحر، بالحر الشديد. مش عارفه تتنفسي. ايوه يعني درجه الحراره المحسوسه 80 والرطوبه 40 والرطوبه 80 كتير، والساحل 90. ما رحتش الساحل لسه؟ لا انا رحت، بس انا انت عارفه ماليش لا بحر ولا شمس. ما تركيش اي حاجه ولا اي حاجه خالص. بقعد كتابك تليفونك. لا انا قلت مش هروح الساحل دلوقتي، الساحل يبقى زحمه. والغردقه كان فولي بوكت. الجونة الجونة كان فيها ناس كتير جدا. الجونة والغداء نفسها لأنها أرخص. سوما باي، سوما باي. الساحل صعب جدا، لأن هم بيأجروا للناس بخمس أضعاف السعر. فليك إن أنت تتخيلي إن أنت بتاخدي السلعة بخمس أضعافها، يعني أي خدمة بقى. لا أو أي سلعة. فده كتير جدا. واحدة صاحبتي قابلتني امبارح قالت لي مفيدة، أنا عايزة أقول لك على حاجة. قلت لها قولي. قالت لي شفتي طبق الترمس الصغير قد كده بكام على الـ على الـ على البلاج في الساحل؟ فقلت لها ايه 50 جنيه؟ قالت لي يا ريت. قلت لها انت تسمعك على حاجه 50 ده ترمس مش اي حاجه. قالت لك 100 جنيه حبه صغيره. وساندوتش الصغير كده ب 800 جنيه ليه؟ لا ده ليه؟ فيها يعني في ناس حكوا لي طبعا. انا ابعد ما اكون عن يعني انا ما اعرفش طريق البحر فين، بس الحكايات بقى اللي انا بسمعها من صحباتي اللي هم بيحبوا البحر وبيطلعوا وبتاع، حكايات انا اللي هو بقعد استغرب واقول الحمد لله الحمد لله ان ربنا يعني ايه اداني نعمه ان انا. لا هي فكره ان احنا بحب البحر من بعيد لبعيد. فكره ان كل الناس تقدر ان هي ترفع الاسعار بالطريقه اللي هي عايزاها بدون ما اي. ما انا سالت بقى لما اي مراقبه لقيت القصه كده، مش فاهمها انا. فعرفت ان هم مأجرين بخمس اضعاف كل، يعني انت اي حاجه انت واخداها في الساحل هي خمس اضعاف سعرها الحقيقي. ليه؟ وبعدين انا عندي مشكله كبيره جدا لمن يهمه الامر في الساحل. انا كمواطن مصري من حقي ان يبقى ليا بيتش او شاطئ محترم نظيف اعرف اخشه، لكن انا مش مطلوب مني ان انا لو مش ساكنه في مراسي او مش ساكنه في اي كومباوند في في مارينا نفسها. لو انا مش انا ساكنه الناحيه الثانيه يا عم، ايوه اقعد اشحت منهم باصات عشان اخش البحر اللي هو تقريبا من حقي
حق كل مواطن ان هو يستمتع ببحره. يعني فكره ان انت النهارده كل الناس غير انسانيه غير بشريه، يعني ما ينفعش، ما ينفع من حقي ان يبقى ليا مكان انزل فيه البحر، ما ينفعش ان انا طول الوقت اقعد اعمل شحاته ده على المستوى كله كل الناس، الشحاته اليوميه بتاعت ابعت لي باس. ده اللي بيسموه الساحر الشرير، لازم يبقى فيه شط مفتوح زي اسكندريه وزي من اول الطريق كله يا ماما. ما انت عندك قرى 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 قرى، انت ما عندكيش شط يعني الطيب والشرير، ما فيش عندك مساحه حلوه لشاطئ عام. ما فيش شاطئ عام، ودي مشكله كبيره جدا. انت لو حتى عايزين تروجوا لهذه المنطقه اللي بقت رائعه جدا، لازم احترام المواطن المصري اللي معاه فلوس برضو، بس مش شرط انه يبقى ساكن في كل الاماكن دي. عايزين اماكن ننزل فيها الميه، من حقنا، وحط عليها امن، وحط عليها فيز نخشه بالمعقول، يعني ادونا حقنا. بتهيألي مش متاكده قوي ان فيش شاطئ في العالمين مفتوح لسه، يعني لو في مش متروج عنه برضو، ودي اخفاق. يعني انا النهارده يبقى عندي شاطئ حلو قوي في العالمين وانا ما اعرفش عنه حاجه، طب ليه ما تقول لنا؟ ما تقولوا لنا. على كل حال يعني خساره. اجازه سعيده. هم بياكدوا لنا ان في شاطئ مجاني، بياكدوا لنا. طب قولوا لنا المكان عشان نقوله للناس، لان من حقهم، لان دي شكوى عامه على الكل، كل الناس. يا جماعه احنا نفسنا ننزل زي زمان وزي ما كنا بنروح نصيف. ادونا قولوا لنا والله دخول انترنس مثلا للاسر 200 جنيه للفرد، 100 جنيه، اعمل حاجه ساعدنا بس. المهم نرجع تاني لموجة الحر. الحر عندنا مشكله كبيره جدا. في ناس بتهمل القعاد في الشمس، يعني في ناس بتفضل ان هي فاكره ان هي في الشمس فتاخد تان اقوى من انها ممكن يحصل لها حاجه، يحصل لها مشكله في بشرتها زي ما حصل مع روجينا. سلامتك يا روجينا، الف سلامه. وروجينا تخلينا ننتبه لفكره الناس اللي بتحب البحر، البحر يتراح قبل 10 في الوقت ده علشان الشمس. الف سلامه يا روجينا. بعد 5 او بعد 6 عشان برضو درجه حراره الشمس. غير كده البشره، في ناس بشرتهم، ناس كتير بشرتهم حساسه، فهيحصل لهم اي مشكله. وبعدين يا جماعه في حاجات لازم نبقى احنا خلاص حافظينها. فكره انك تقعد في الشمس، اقعد بس على وشك لازم سان بلوك، ما ينفع هو لوحده هيسمر. وكل ساعه بالسان بلوك لازم تاخده معاك، وكل ساعه يعني تتجدد. الموضوع ما بقاش موضوع قابل للنقاش. السان بلوك ده من الاساسيات، لازم تبقى موجوده على الوش. بلس بقى ان الحروق اللي زي كده، وانتوا قول ريجينا ما خدتش بالها، لكن ناس كتير بيبقوا متعمدين يقعدوا كده في الصيف ويتحرقوا ويقولوا اه انا هحمر وبعدين هاسمر وبعدين هتروح. خلي بالكم البشره بتتضر، بتعجز 100 مره، بتنشف، غير السكين كانسر. ربنا يبعد عنكم الفكره دي. الشمس في اوقات معينه زي ما سوري بتقول من 10، واحنا دلوقتي من الوقت بقى حر اصلا من الساعه 4 اللي هو صعب. وكمان الرمل يا جماعه، الرمل والميه والرطوبه غلط على البشره، فلازم كل ساعه وابعد عن الشمس، اقعد في مكان دل، يعني البس حاجه، البس نظاره والبس بورنيطه، يعني اخد كل الاحتياطات لو انا بقى بحب القعده على البحر والحاجات دي. طيب لكن البحر كده زي التهلكه. تيجي نتكلم عن موضوع اسماء جلال، اصلا عجبني قوي بصراحه، عجبني ردها، وانا كمان عجبني ردها جدا، هي في منتهى الذكاء. دي تاني مره نجيب سيره اسماء جلال، وكل مره بنجيب سيره اسماء جلال بتعمل لنا منشن على الانستجرام، بس والله احنا مش قاصدين انك تعمل لنا حاجه، بس انا عجبني ردك جدا، منتهى الاحترام لكونها فنانه زي ما احنا كنا بنقول. مهما كانت الناس لازم تفرق بين كذا حاجه واحنا بنحكم على اي حد، يعني سواء كان حاجه زي قصه اسماء جلال او غيرها. في حاجه اسمها الذوق الشخصي. انا ذوقي الشخصي مثلا مش مع اغاني المهرجانات ولا مع الاغاني الجديده ولا حتى اغاني عمرو دياب والحاجات دي، ده ذوق شخصي. لكن في حاجه اسمها راي موضوعي. راي موضوعي لا، في النوع ده من الغنى موجود، بيشكل تيار كبير، بيشكل ذوقك الشخصي في لبس اسماء جلال. او انا ذوقي الشخصي في لبس اسماء جلال ممكن ما يناسبنيش،
او ما احبوش، لكن رايي الموضوعي هي حره تعمل اللي هي عايزاه، وانت مش حر انك تلمسها او تنتقدها. ده من باب ايه مثلا؟ من باب ان انت خايف عليها يعني، ولا من باب ان انت بتكره الفن والفنانين، ولا من باب ان انت واصي وحامي حمى الحمى في فكره ما تراه انت عري؟ هي مش شايفاه كده. فرق بين ذوقك الشخصي وبين رايك الموضوعي. هي دي ست، دي شغلانتها. انا رايي ان في جزء كبير طبعا من الناس اللي هم طول الوقت اوصية على كل الناس وعلى كل الافكار وعلى كل الحاجات، وده مرض اجتماعي خطير كشفناه من خلال السوشيال ميديا، ان في حاجة تانية، في غيرة، في غيرة بقى زمايلها، اللي انا اشوف برضو ان هو ليه نصيب كبير ان البنت حلوة ومتميزة ومختلفة شكلا ومضمونا واداء مختلفة تماما. فالفكرة دي ممكن تكون أثارت غيرة حقد زمايلها. أنا اسمحوا لي أنا أقول رأيي. كل اللي كتب على أسماء جلال فكرة إن هي كانت محجبة وإن هي عملت عملية تجميل وإن عملت وبقت أحلى ومش عيب، كل واحد حر. حلوة، حلوة. فستان اللي هي لابساه ده يعجبني أنا وحريتي الشخصية. ما مش شايفه ان انا حد ممكن يجي يقول لي انت ازاي تلبسي ده، احط صابعي الاثنين في عيني. انت مالك؟ هو انت اللي جابهولي؟ هو انت ربنا؟ انا هلبس ده عاجبني. لكن اللي بيحصل مع اسماء جلال ان انا اوصل ان انا اجيب لها صوره مطرب العالمي مايكل جاكسون واقول لها اصل انت بقيت شبه مايكل جاكسون. على فكره مايكل جاكسون كشكل هو بالعمليات اختلف، لكن لو احنا خدنا كقيمه هو بعد وفاته هو ملك البوب وهو ذا كينج. وهي بمنتهى الذكاء حطت صورته على البروفايل بتاعها علشان تقول انا مش متضايقه. ده منتهى الذكاء منها، منتهى الذكاء او انا فخوره. وبعدين منتهى العنصريه بالزبط. ان انت تتنمر على حد مات اصلا بالظبط، ودي انت تشبهه بيها على اساس يقلل منها يعني. بلس مايكل جاكسون دلوقتي واحنا بنتكلم ترند بأغانيه وبشكله، وفي ناس كتير جدا راحوا بيقلدوا مايكل جاكسون. ففكرة ان انت النهاردة تاخد البنت دي، طب السؤال بقى ليه دلوقتي مع اسماء جلال بما بيحصلش كده؟ يعني اسماء جلال من اول رمضان اللي فات وهي مكسرة الدنيا، خلاص ساكتين مفيش حوار. ليه بعد اولاد رزق وليه بعد الفيلم التاني مع لعبة مع العيال مع محمد إمام؟ لأن ابتدوا النجوم يتكلموا على أسماء جلال، الرجالة، النجوم الرجال، إن هي تمثل نجمة صاعدة وحلو الشغل معاها. أنا بعتقد زي ما سهيل بتقول في جزء كبير جدا من اللي بيحصل مع أسماء جلال ده غيرة بحتة. البت حلو، حلو، عملتش انا بتعجبني شكلها، بس حلوه، ممثله شاطره مميز، وممثله شاطره يعني شخصيه شكل جمالها ليه شخصيه وممثله شاطره طبعا، هي اتراكتيف وهي روحها حلوه وبنت متواضعه. وبعدين انا عايزه اقول على حاجه في قصه السوق، واثبتت وجودها في رمضان اللي فات بدون مساعده، يعني هي لوحدها المسلسل بتاعها ضرب في صورتها بالحجاب. انا ما اعرفش يعني، انا ما اعرفش اسماء جلال خالص، عمرنا ما قابلناها ولا جت الصدفه، لكن انا اعتقد من اللي انا قريته او من اللي انا اعرفه ان هي كانت بتعمل اعلانات في الاول، فكان في جزء من الاعلانات عن محل ملابس محجبات. انا اعتقد ان ممكن الصوره دي تكون من الاعلان، وبغض النظر كانت محجبه وخلعت في حر. احنا مين؟ مش ربنا، احنا مش اوصياء. انا النهارده لما انا كنت بوزن في ستات ما عرفوش يكذبوا كنت تخينه، ودلوقتي انا خسيت. لما حد يجي عايز يتنمر عليا فيحط لي صوره دي وصوره دي، ايه وبعدين تعرف تعمل زيي؟ انا كنت تخينه وخسيت، لا وانت بقيت احلى، كنت عمر برضو بالظبط، لا ودلوقتي احلى. فكره ان انت تاخد الدفوع او تفتكر ان ده هيضايق ناس كتير، ليه؟ كانت محجبه قلعت الحجاب، كانت شعرها مش عارفه ايه بقت شعرها كذا، كانت مليانه خست. الفكره في ان احنا عاملين حمله ممنهجه يعمل زيها، ده بيقول ان البنت دي نجحت، البنت دي هتبقى نجمه من النجوم الكبار. اللي احنا محتاجين يبقى فيه تغيير في الوجوه واجسام. انت عارفه انا زي بالظبط منى زكي. منى زكي تعمل فيلم
تبقى بتقلد حاجه او دورها معين. لا انت ازاي تعملي الدور ده يا سيدي؟ طول الوقت هي فنانه. لا مش اختك على طول الوقت معترضين. احنا طول الوقت عبد المعترض وعبد الواصي وعبد اللي ربنا اداله كده. وبالمناسبه منى زكي عامله فيلم حلو قوي على الارض، ان هو يمنح صكوك الغفران وصكوك الايمان ويسلبها من الاخرين، فدي كارثه يعني ثقافيه كبيره جدا. انا عجبني في اسماء جلال، شفت لها فيديو فبيقولوا لها مين اكتر ممثله يعني تدي لها جايزه السنه دي او كده يعني، فقالت دينا الشربيني. انا عجبني جدا فكره، شفت اجابات لناس كتير جدا كله بيتوه. بقول لك هي شخصيتها البنت واضحه ان هي يعني دي اجابه تقول مع حد ان دي شخصيه متزنه. دينا الشربيني كانت هايله جدا في كامل العدد. كمان انا بشوف سلمى ابو ضيف كانت فوق الممتازه. لكن فكره ان انا اكون ممثله وبقول وبدل كريدت لممثله تانية فده تصالح نفسي، ودي يعني وعايزه اقول لك شيء يدل على رقي وشخص طبيعي. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، عنده امراض نفسيه. فستانها الفستان اللي هي لبسته وفستان التاني اللي هي لبسته في افتتاح اولاد رزق من اكتر ال 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 لا هو انا اعتقد فاشنبل. لا بس انا وتقليد لحاجات حلوه جدا اولاد رزق. انا اعتقد هي ما خدتش بالها ان ممكن الفستان احيانا يقع او يعني ما يبقاش. انا يعني شفت صور كتير، انا شفت دخلتها. لا لا في 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 صوره ده مش هي عاملاه، هو الفستان يعني حصل فيه مشكله، لان في هو الفستان ممكن يبقى لطيف جدا لكن في جزء بقى من الوقت في ناحيه نزلت، فده اللي عمل او يعني ده اللي خلى الناس تتكلم اكتر. باختصار شديد وجهه نظرنا في موضوع اسماء جلال ان هي فنانه جايه وصاعده وعامله ادوار كويسه. شابو وبرافو طريقه ردك على كل المتنمرين ووضعك الصوره على البروفايل بتاعك. فكره ان احنا نغير من بعض فنبتدي نعمل حمله ممنهجه وشن هجوم على زميله من الزمايل، لو ده حقيقي فعيب، لان النهارده اليومين الحلوين بتوع اسماء بكره هيبقوا يومين حلوين. وبعدين في تداول الشهره وتداول الموهبه وتداول نجاح طول الوقت، يعني الساحه تسمح. امبارح كان عيد الاب. كل سنه وهو طيب، كل سنه وكل اب طيب. بعيد الاب بتاع امبارح طبعا احنا بنعتذر، كنا مش موجودين امبارح، كنا اجازه، وبنعتذر اكتر لان في ناس كتير من ولادكم ما حسوش بفكره انهم يقولوا لكم كل سنه وانتم طيبين غير بالليل على راي احمد الساعه 12 بالليل. معرفش الاهمال جاي منين، بس ده يخلينا نقول لازم يبقى فعلا عيد الاب زي عيد يعني لو انتوا قررتوا تستمروا عليه لازم تدعموه. لازم العيد ده، لان الاب يستاهل، لان الاباء المحترمه اللي هو الاب الفارس الحارس الداعم السند دول كتير. كل عيد اب وكل بنت متهنيه بوجود ابوها، وكل بنت سعيده وحاسه بالفرحه لان ابوها موجود، وكل اب غايب فرصه ان احنا نقرا الفاتحه لكل ابائنا اللي رحلوا ولكن هم موجودين وحاضرين رغم الغياب. لكل الاباء كل سنه وانتم طيبين، ولولاكم ما كنا. كل سنه وانتم طيبين، كل اب كل سنه وانتم طيب. من حقكم انكم اولادكم يحسسوكم بفكره ان النهارده عيد الاب. غلط بين الولاد الصغيرين والولاد عموما ان هم ينسوا فكره العيد بتاعكم. والاكثر خطوره هو ان احنا نفضل مستمرين على ان احنا بنعمل نوعيه الاحتفال ده واحنا مش داعمينه. احنا محتاجين ندعم الفكره دي عشان نعزز الفكره دي في دماغ ولادنا، وعايزه تدعم اقتصاديا كمان، لان يعني عيد الام فكره اقتصاديه كمان. لا وبعدين فكره اقتصاديه، فلازم كمان عيد الاب يدخل فيها العامل الاقتصادي علشان يفضل مدعوم. والنقطه الاهم ان الموضوع ده بيفرق نفسيا في الابهات طبعاً المحترمين طبعاً. يعني الناس بيزعلوا، فلو احنا عايزين نفضل مستمرين على الموضوع ده لازم بليز كل بنت النهارده روحها في ابوها لازم تقول له كل سنه وهو طيب. كل فتاه بابيها معجبه وكل فتاه بابيها متيمه. ما تنسيش انت اللي عليك الدور الاكبر. قولي لابوكي كل سنه وانت طيب يا بنت، قولوا له كل سنه وانت طيب، اعملوا له كيكه بسيطه،
ورده شوكولاته اكله حلوه ضحكه حلوه قعده وقت معايا. اقول لك حاجه، اعملوا لهم كيكه، جيبوا لهم ورد، قول لهم كل سنه وانت طيب يا بابي، اعملي معاه تيك توك، الحاجات دي بتبسطهم. ولكن ويبقى احنا بنتكلم على النوع الابهات المحترمين المسكين المتحملين مسؤوليتهم. في نوع تاني بقى هو اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، هنحط له عنوان الاب الذي خرج ولم يعد وهو قاعد في مكانه على الكنبه بيلعب بلاي ستيشن. هذا الاب اللي خرج ولم يعد موضوع مهم جدا للمناقشه. احنا مش هنبقى متحاملين نص نص يعني، لكن هندي فرصه لضيوفنا يفهمونا ايه اللي حصل لهذا الاب بالذات انه موجود. الرجل مش بس اب، الرجل ما هو الزوج والاب، الزوج والاب، هنقول الزوج والاب، قولي الحبيب. لا والحبيب ما بيبان من اوله يعني، لا ما بيبانش من اوله على فكره، والله بيبان. لا لا ده انا عندي حكايات كتير جدا اللي هو بيبقى في قمه العطاء والحب والاندهاش والانبهار ثم يختفي اختفاء. أين ذهب هذا المخلوق؟ اين ذهب هذا المخلوق؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده. روحوا فاصل وارجعوا. التالي: لماذا يفضل الرجل الهروب بدلا من المواجهة؟ إذا لم تكن قوياً في المواجهة فكن سريعاً في الهرب. تكنيك يلجأ إليه الكثير من الرجال للخروج من مأزق حل أزمة ما، لا يرون غير الاختفاء حلاً حتى تنقضي المشكلة وحدها. ورغم أن الهرب من إدارة الأزمات أو المواقف الحاسمة أمر سلبي تماماً، فإن هناك بعض التحليلات التي تقول إن بعض الرجال الذين يلجأون لهذا الفعل يكونون قد خاضوا مواجهة مسبقة دون نتيجة، لكنهم تعرضوا للأذى والرفض بطريقة جعلتهم يحولون مسارهم. وهو تحليل يجيب على جزء من التساؤل، لكنه يظل أزمة تزيد أصحابها سلبية وسوء. ليبقى السؤال: لماذا يفضل الرجل الهروب أو الاختفاء بدلا من المواجهة؟ بصوا، انا كنت فاكره ان احنا نتكلم على وجهه نظر اخرى غير الموجوده. احنا كنت فاكره ان احنا نتكلم على ان الراجل الموجود في حياتنا ومتجوزينه ويعني وجوده زي وجود الكنبه كده، خرج ولم يعد، موجود ومش موجود. بس اكتشفت ان سير بتقول لي لا، خلينا نتكلم في زاويه تانية، لان الاسبوع اللي فات او قبل العيد كنا فاتحين الموضوع بتاع ايه اللي يخلينا نتضايق من ايه اللي توجعنا احنا كستات اكتر حاجه. في ستات قالوا انا ممكن استحمل خيانه، في ستات قالوا انا ممكن استحمل بخله، في ستات قالوا انا ممكن استحمل انه ما يتحملش معايا المسؤوليه، وفي واحده طلعت قالت لا انا ما اقدرش استحمل لو اختفى، اختفى من حياتي وبعد فتره فكر انه يرجع لي، دي توجعني ودي مستحيل انا اتقبلها. فوقفنا هنا عند حاجه معينه، ايه اللي ممكن يخلي راجل مرتبط بواحده ست لسه ما جوزوش، بيحبوا بعض وموجود وطول النهار معاها وروحي وحبيبتي وكلميني قبل ما توصلي وكلميني بعد ما توصلي واكلتي ونمتي وروح معاها عند الدكتور، لافي 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 لافي، ومره واحده باي باي، برفع سماعه التليفون الصبح، الو هذا رقم خارج نطاق الخدمه، فين يا عم؟ عمنا مات، ما راحش، ما جاش، اختفى. ايه اللي يخلي الراجل يعمل كده؟ هل هو لان هو كان بيمثل عليا؟ هل لان انا زهقته؟ هل لان انا مش فتاه احلامه وهو مش عايز يواجه؟ خلونا نسال ضيوفنا ونفهم اكتر عن الموضوع ده. حقيقي احنا النهارده عاملين كومبرومايز، يعني جايبين ستات وجايبين رجال، اصدقائنا طبعا الاعزاء هم عشان نحاول ناخد وندي ونتخانق مع بعض. فاول صديق ليا انتوا طبعا عارفينه وهو الاعلامي الكبير احمد عبدون، عشان هو بيستحملني وانا بستحمله وما بيزعلش مني، يعني هو فهمني. بنستحمل بعض. ازيك يا احمد؟ وصديقتنا الصادقه يعني صاروخ ارض جو الاعلاميه نهله الخطيب، ازيك يا نهله؟ نورتينا وشرفتينا حبيبتي. تسلم ذوقك يا روح. دكتوره مبروك على الدكتوره الاول، دكتوره عبير المرسي الكاتبه الصحفيه، اهلا وسهلا بيكي. وطبعا الكابتن الصامت الهادي الكول سامح العشري، اهلا وسهلا بحضرتك.
نورتونا وشرفتونا بنجد. تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين، وبنرحب بضيوفنا مره ثانيه سامح، دكتور عبير، نهله، احمد عبدون زميلنا وصديقنا العزيز. الشيء اللي بيحير كل الستات والبنات اللي هم بيبقوا في حاله حب يا حبيبي، وفجاه وبلا مقدمات بنتكلم على اللي هو في اعلى درجات التجلي والعاطفه والحب والعطاء والانسجام، كل الحاجات. هو موصلها بالليل او قافل معاه التليفون بالليل، الصبح هذا الكائن اختفى، طفش طفش بلا يعني عامل كل نظرك بلا مبرر. لا عامل كل المقدمات. لا انا بحكي لك على تجارب صحباتي. تمام. عامل كل المقدمات الرائعه، يعني لما هو ما بيمشيش كده فجاه، هو بيمشي لما القصه توصل لمداها. ايوه هقول لك يعني ليه. مش مخطط يعني هقول لك ليه. يعني ما انا عايز افهم ليه. لان اي راجل بيبقى واضح في البدايه، مش واضح يا ده بنت غامل. الحلال يا سيدنا الغامض حضرتك، هريحك بس. احنا هنعيش نحب في بعض، احنا اخرتنا صداقه، احنا اخرتنا جواز عرفي، احنا اخرتنا جواز رسمي، بس مش هنقول للولاد عشان انا راجل عندي زوجه او مش بنتكلم على الراجل ده على فكره. لا مش بس هو ده. في اطار في اي علاقه ما بين راجل وست ان هو بيبقى واضع لها اطار وحدود هي المفروض تبقى محترماها. ماذا لو لم يكن هذا هو الرجل؟ ما هقول لك بقى، احنا بنتكلم عن نوع تاني. هقول لك بس حاجه تانيه بس، ده الاساس يعني. كل احنا بنتكلم في صداقه وجواز عرفي وجواز رسمي، لما هي بقى بتغير شكل العلاقه دي والاطار، فهي بتبقى متصوره ان هو خلاص وصل للحاله القصوى دي، فهيستجيب او هيوافق انه يغير الاطار اللي هو وضعه او قايله لها بشكل او باخر. طب بنسبه كام في الميه الرجاله بيخشوا العلاقات دي وهم حاطين الاطار ده؟ لا 90% 95%. طيب انا مش بكلمك على 95%. مخادع؟ لا مش مخادع. لا هو قايل لك يا بنت الحلال إطار. احنا ما ينفعش اتجوز رسمي. طب احمد ليه نفترض انا بنت الحلال مش عايز حمل، مش عايز ولاده. طب نفاجئ ان في حمل والسوشيال ميديا يشتغل، وبالتالي هنا بيحصل صراع ونزاع. لا ده في نوعيه ثانيه بقى. أيوة أنا برضو سببها الست بقى. ايوه انت رجعت لي بقى. ان هو الراجل عايز الراجل ده دخل علاقه. لا الراجل ده دخل علاقه من غير ما يحط لها فريم. تمام. لا احنا متصاحبين واحنا متصاحبين بس احنا لا في جواز عرفي ولا في، ولسه في مرحله ان احنا بنحب بعض بالتنين. وهي ما جاتش قالت له ان الجواز مش التزامات لسه. يا هو بص بقى يا حاجه من الاثنين، يا هو خلاص وصل للي هو كان في دماغه من هذه العلاقه وبالتالي هي انتهت بالنسبه له، بيبحث عن صديقه اخرى او امراه اخرى. أيوة او هو البحث او لوي الدراع بقى عن حب جديد. وانا هنا بنصح اي ست لو الراجل بيلوي دراعك ويختفي من حياتك ما تبحثيش عنه، لو بيحبك هيرجع لك تاني. بس هو غالبا ما دام لو بيحبك ما كانش هيختفي اصلا. ما هو بيبقى فيه نوع من الضغط، هتقبلي ده ولا لا؟ ففي كتير جدا ست بتنهار. لا ست بتنهار لما الراجل بيختفي من حياتها، لان اعتمدت عليه في كل حاجه، اعتمدت عليه بالتليفونات بالمسؤوليات، الحقني تعالي لي بتلاقيه. اعتماد معنوي بيختفي، يعني مشاعر معنويه او مادي فجاه بيختفي. ليه بقى؟ لغرض ما هو بقى يعني عايزاني اوافق على اللي انا بضغط ده. وجهه نظر احمد وتحترم. سامح خلينا نسمعكم انتوا الرجاله، الوضع ده ليه الراجل بيختفي من العلاقه؟ هو يعني لازم يكون حصل حاجه. لو العلاقه من الاول ماشيه زي الفل وهي لسه في المرحله الاولانيه وبعدين اختفى، يبقى حد ممكن يكون حد مش صريح مع نفسه او مع البني ادم، او لقى حاجه تانية. هو لقى حاجه تانية او مستني حاجه وما لقاهاش او رجع حاجه ولا لا لا هو أو مستني حاجه وما لقاهاش. يعني ما فيش ستات بتقعد تطول في المرحله اللي في لحد ما انا بزهق. بس انما يعني انما مره واحده لو كل حاجه صادقه وباينه ما ينفعش ان هو يختفي. المفروض ما يختفيش. اذا انت من وجهه نظرك يا سامح ان الراجل اللي بيختفي بيبقى فيه علامات عدم صدقه في العلاقه؟ ما هو بيختفي عن حاجه من اتنين، يا اما هو مش صادق من الاول مع البني ادم. طب انا اعرفها منين؟ او انا صحيت الصبح ما لقيتوش قفل موبايله. ما هو من الاول بقى ممكن يكون اي انا اخو انا الصدمه كانت كبيره بالنسبه لي. نرجسي مريض، واحد ما تصرفات ناس مريضه. الواحد يحب المفروض ياخد وقت في البني ادم اللي بيعرفه اكتر. بيشبهنا بايه؟ بما ان احنا في اجواء كوره واهلي وزمالك وماتش هيتلعب ولا لا، بشخص قرر يعمل ماتش اعتزال وهو لسه ما دخلش الملعب.
يعني هو لسه كان في فتره الاحماء يعني واللياقه ثم اختفى قرر يعتزل. انت يا سامح قلت ان هو ممكن يختفي لو الست طولت العلاقه اللي في النص، وفي نفس الوقت ترجع تقول انا عشان اضمن ان الراجل ده يبقى كويس لازم اطول شويه عشان اعرفه. هو اعملها ازاي دي؟ اوكي، هو الـ 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 المفروض الراجل ما يختفيش بصراحه، يعني حتى لو عايز يمشي يقول يعني يتكلم باحترام، يعمل احترام، يعمل احترام للشخص اللي اتعامل معاه يعني لمده شهر او شهرين او ثلاثه او ايا كانت المده، يعني ايا كان الناس بتتعامل مع بعض المفروض باحترام. فاحتراما للشخص لا حرجة. هو لا دي خلاها هو اهانها، مش عايز يحرجها. ايه هو دمرها حضرتك طبعا. ما هو ما بيمشي ويختفي، لا ما يمشي ويختفي، يوم يختفي بلا مقدمات. الست بتقول طب ده انا عملت له ايه؟ انا ممكن تبقى غلطتي انا، ده انا مش عارف، وهي ما غلطتش ولا حاجه، هو اللي استكفى او شاف حاجه تانية او يعني او ما صاحبته القديمه كلمته اللي كانت قلبها بقالها فتره وقالت له يعني انت كراجل يعني انت كراجل مش شايف ان ممكن الراجل يختفي لاي سبب الست بتعمله؟ يعني الراجل دايما هتعمل ايه؟ طب قول لها يا احمد. انا في رايي انا الشخصي انا اقول لا يعني مثلا شفت حاجه مش عجباني اقول على فكره دي مش عجباني، لا وبعد كده حصلت تاني اقول على فكره دي تاني مره، المره الثالثه بقول لي صلي على النبي مش هينفع الكلام ده. انت ممكن تختفي بعد ثلاث مرات دول وتطلع في اخر لك اختفى، ما ممكن اكيد حذرها ايه. انا عايزه اسال، هي سبته اختفى يعني من غير حاجه كده؟ ايه اللي يمنع الراجل من غير حاجه كده؟ في ناس بتعمل كده، يقول للست وقت ما يبقى عايز يختفي ما يقدرش يواجه لازم يواجه. تصعب عليه في ايه؟ تصعب عليه في ايه؟ انا طلعت ندل معاكي، هيقول لها ايه؟ ما بالظبط ندل. انا هو زهق، هو زهق. ده لو راجل متربي وكلاس وعاقل وابن ناس هيواجه ويقول انا العلاقه دي مش عايزه اكمل فيها، بس انه يختفي بلا مقدمات ومسلمه عليه وباي باي وتصبحوا على خير وصباح تاني يوم مش موجود سينيابا، يعني ده هي دي حصل في حياتك حركه مقصوده؟ لا انا ما حصلليش، لكن حصل لناس اعرف. طب يعني عملت ايه؟ اتدمرت وراحت خدت كورسز علاج فك تعلق. ايوه ثانيه واحده ثانيه واحده واحد. الست دي ما رفعتش سماعه التليفون عليه تاني يوم تالت يوم؟ لا شافته اونلاين، شافته عايش، لا جاله شال الرعاش ولا مات ولا حاجه خالص. ما جاش ساكته على البيت، ما دخلتش قبله، ما راحتلوش البيت. لا ما تعملش كده، اصل هو اختفى، انا مش عايزك، مش عايزني، خلاص هي كمان مش عايزاك. بس الحركه نفسها سيبها نغمال، طبعا حركه يعملها واحد نرجسي مريض ولا يمكن يكون حد طبيعي يقصد يقلم بني ادمه. لانه قال لها بحبك وقال لها جايب لها فستان فرح، ممكن حد طبيعي يعملها. لا لا لا، ممكن في حد طبيعي عملها وعملها معايا، اتعملت معايا. معقوله؟ اه والله. لا خلينا نسمع دكتوره احكي لنا. لا اتعملت معايا وكان حد طبيعي جدا وعاقل جدا وما عندوش مشكله ولا نرجسي ولا كذاب ولا ندل ولا اي حاجه من دي. المشكله كلها ان هو كان داخل يعني بيتعرف، شده حد وعجبه شخصيه حد، فمش مبلور العلاقه، مش عارف عايز ايه من الحد ده. فدخل واهتم وبدا يتكلم وبدا يظهر قوي في الصوره في كل حاجه، والراجل لما بيخش وانت كنت فرحانه جدا، لاني يعني انا حسيت باهتمام رهيب جدا، والراجل بيخش بيحسسك ان هو كل حاجه خالص. بديل لكل شيء في حياتك، لا يعني ولا اصحابك ولا اهلك، بيشدك من كل العالم. وانت سلمتي لما اختفى انت سلمتي، انت سلمتي حبك وقلبك. لا انا اللي هو ايه، انا عندي، انا من الناس يا اما عقرب برج العقرب ده، يثق يا ما ثقش. وثقت ووثقت، اديته الامان. فانا استغربت جدا الشخصيه اختفت تماما، واتصل ما يردش ويقفل موبايلاته وبتاع، هو راح فين؟ انا افتكرت زي ما هو مات حصل له حاجه، وصلت له بشكل او اخر. فضل فتره قافل تليفونه، طب هو فين؟ ما انا هموت واعرف، عايز اعرف في ايه اللي حصل. يعني هو انا ما بطلبش حاجه من حد، يعني انا طلباتي عزيزه جدا، يعني الا تعالى وديني ولا تعالى هات لي ولا تعالى اعمل لي. بس كنت هتموتي تعرفي ايه؟ فهو مش ده السبب اللي خلاه ممكن يطفش او يمشي، ومش من الناس اللي اوبن بوك، او يعني مش كتاب مفتوح، انا من الناس اللي بس هي برضه. هل انت كان عرفت بالنسبه له تحدي؟ كلمته، هو مش ما كلموش بعد فتره. انت بالنسبه له تحدي، فلما هو خلينا نعرف هو اللي ظهر بيه ايه الصداقه، ايه العذر اللي هو ظهر بيه ايه، وانا صدقته بالمناسبه. بس هو يعني بصراحه ما قدرتش اتقبل، انا ما كنتش مبلور انا عايز منك ايه، انا مش عارف انا هرتبط مش هرتبط، انا عارفك، انا عايزك اكون جنبك، انا عايز اكون جنبك. مش اطار زواج لما لقيتني، لا مش الاطار ده، لا هو حد مالي حيز حواليكي، انا عايز اكون جنبك، مبسوط ان انا معاكي. طيب لما لقيت الموضوع بيخش بقى ان هو بيحبني او بدا يفكر فيا او الموضوع دخل في ارتباط او حاجه زي كده، لا انا عايز افكر. أيوة. انا عايز ابعد خالص عشان اخد وقتي وافكر، وده اللي حصل. بس على ايه يعني، انا كنت
كان ممكن يعملها مع بعض. ده بيأكد كلامي يا جماعه، ده بيأكد كلامي. لا الفكره ان هو ما قدرش يفكر وهو جنبي وخد الموقف مع نفسه، فانا قفل. الاطار مختلف، ما يرد يقول لك انا بفكر انا مشغول، هي شفته عريس ما يردش اصلا، مش قادر، مش قادر ياخد قرارات. هو قال لي كده، قال لي انا مش قادر. وفعلا في رجاله كتير جدا حقيقه، لان احنا الرجاله زي ما قلنا قبل كده، بس ما تقوليش رجاله، الرجاله عقلها غيرنا يا سهير. ايه بس ما تقوليش رجاله؟ ايوه بالظبط، في كائنات، كائنات والله. لا يعني هو ما كانش شخصيه وحشه، بس القصه يا فندم الاطار مختلف. ما جرحكيش، هو حاسس ما يرد شخصيه دي، انا حاسس ان انا بفكر، انا يعني حاسس ان انا مسببه له عنصر ضغط نفسي رهيب جدا. يعني هو طول ما هو انا بكلمه كتير، احنا هو محرج يقول لك ده، ما ده اللي بقوله يا جماعه. الراجل هو عاوز يفكر او بيهرب لما الاطار بيختلف، هو واخد الموضوع تعارف زمان صداقه، فجاه لقى نفسه بيتدبس في جوازه. ما يسترش الست المصريه مجرد ما نقعد نشرب فنجان قهوه يبقى عريس منتظر. هو لقى نفسه في اطار هو مش مستعد له، اخد قرار فعلا ان هو عايز يرتبط بيا. هو قاعد يفكر شويه حلوين، هو هتقولي انك رجعتي له؟ لا 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 خالص، ما ينفعش ده خالص. بس هو كان عنده ظروف تمنع، يعني مش تمنع بالجانب. يعني ارمل، لا ارمل بس عنده ولاد. بس انا قصه انا ما حبيتش الموضوع اصلا، فكره ان واحد في اول العلاقه سابق، ازاي تثقي فيه؟ اختفى من حياتك وسابق في اول الدلع. الراجل صريح ما خدعهاش، يعني لو كان خدعها وسابها وفي الاخر بعد ما كان ارتبطت بيه اكتر وقال لها لسه بفكر كده، هو يبقى كويس. ثانيه واحده احمد، هو صريح جدا. انت شايف ان اختفائه ده صراحه، اختفائه لان ده سبب يعني الست، طب انا مش جبنا خالص يا جماعه، وده نصيحه لكل ست مصريه. انت النهارده يا جماعه، انت النهارده حط الاطار اللي الراجل عايزه. انت جاي بنتعرف على بعض يا سيدي، انا ما طلبتش منك اي حاجه، حسيت ان انا عايزه على طول. لا. احنا مجرد ما عدى شفنا في الجيل اهو. لا 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 لا، خلاص في ستات مش هيموتوا على الجواز، احنا خلاص كبرنا على النقطه دي. احنا دلوقتي انت النهارده قعدت شهر واثنين وثلاثه وست اشهر، هل اللائق كراجل متربي ان انت تقفل موبايلك وتختفي، ولا اللائق انك تقعد قدام البنت اللي انت بقالك ست اشهر بتشوفها كل يوم تقول لها اديني مساحتي، انا محتاج اختفي شويه لغايه ما اقرر. لو رجعت لك وانت عايزاني كان بيها، لو رفضتيني حقك. ايه اللي كان هيخسره؟ ده راجل شيك، دي شغل العياله، بيخاف من المواجهه. اللي بيخاف من المواجهه ده مريض، ضعيف الشخصيه، قوي جدا. قوي جدا وقوي، بس لا بحب اتعرف على واحد. الراجل المصري بيقول، بس الست المصريه مش لماها. يا رب احترام، او يا رب يا رب احترام. انا يعني ممكن اقول انا ما حدش حاجه عندي وانا حر. هو الراجل لما بيهرب من ست، هل ده معناه لا المفروض يلمها؟ لا ده بياعها وعايز يلمها كمان. يعني الست المفروض عندها السنس، شايفه الراجل قد ايه مرتبط بيها، الراجل عايز يكمل معاها ولا لا. لما الست المصريه واخده الموضوع بدراعها. استاذ احمد، ما هيش واخده بدراع ولا حاجه، هي بدراعها وهي هيروح مني فين؟ خلاص تلاحقه وتليفونات ومسجات. هو ممثل قدير طبعا، قادر يكمل تمثيله. الراجل المصري راجل ممثل قدير، ما كانش عمل كده. لا تلحقوا، اسمعي بس، تلحقوا دي يعني تلحقوا تليفونات. انا عايزه بس اقول له على حاجه، احمد مين اللي بيلحق مين في اول العلاقه؟ الرجاله اللي بتلاحق على فكره دلوقتي. والله العظيم، والله العظيم على العظيم، اقسم بالله على العظيم، اقسم بالله يا ابني عمر. لا الست اللي بتلحق الراجل، لا يا حبيبي، هي اللي بتشغله بالتليفونات طول الوقت. اول العلاقه وخليك بيبذل مجهود يا فندم. الست لو مالهاش مزاج يعني حبيبتي، لما تصلي كلميني حبيبتي، ما دي مصيبه. ما تجيش تقولي ان انا زناله. هدايا بتتبعت لحد البيت، هتقولي هدايا بتتبعت لحد البيت. هو يجيب ورد وشوكولا وانا باكل ولا اتحلل؟ احنا يا جماعه معانا للدرجات دي يعني. يعني فكره العطاء او اللي انت بتتصور ان هو عطاء واهتمام بعد كده ينقلب السحر على السحر، تقول يا ريتني ما عملت. لو في الاول بقول لها اكلت ولا ما اكلتيش، هفضل قد ايه اقول لها اكلت ولا ما اكلتيش؟ وبعد كده لما بقول لها ما اقولهاش اكلت ولا ما اكلتيش، انت ما بقتش تهتم ان انا باكل ايه. انا ما بدك اللي تاكليه للدلعك، مش انت اللي تدلعها. لا احنا الاثنين دلع بعض. لا انا بالظبط العلاقه رايحه ليه؟ هو ليه الدلع بقى على طول؟ ما انا بشوف ان الست هي اللي بتلاقي الراجل، مش عارف. اشرح لي وجهه النظر. انت النهارده مش سمحت لنفسك انك انت لما هو اللي تدلع، لما تحب واحده بتيجي تقول لها اكلتي ولا ما اكلتيش، لما توصلي بيكلميني اخبارك ايه يا حبيبتي. ايه مشكلتك في ان هي ابتدت تاخد منك هذا الطبع، وهي كانت مستحملاك وقت ما انت كنت زنان وكنت عملت ايه الاخبار واكلتي وصلتي وبتاع واستحملتك؟ ايه مشكلتك ان انت تستحمل الفيس بتاع ان هي اتعودت عليك فابتدت هي تتعامل معاك زي ما انت بتتعامل؟ الكلام بيقل يا مفيده،
وبقاش فيه يا بنت التمثيل بيخلص. ايوه الدور برافو عليك. انما لو خليتيها حقيقه من الاول هتفضل ايوه التمثيل بيخلص. انما لما تبتدي بالتمثيل التمثيل هيخلص بالظبط كده. ايوه هو تعب ما عندوش المقدرات والمهارات التمثيليه المستمره. الحلقه شايفين الراجل هو اللي بيمثل. انا شايف الست هي بتمثل. عشان كده بقول لك الراجل الحنين رزق. مش سامعين اي حاجه. كنترول بيقول احنا مش سامعين اي حاجه ومش عارفين نتكلم. فكل واحد يتكلم. قولي قولي يا نهله. الراجل الحنين رزق. يعني لا يمكن في راجل حنين هيجرؤ على حركه الاختفاء دي. راجل كلاس، راجل متربي، رب لا يمكن ان هيسيب ضحيه ويختفي. طب نهله نهله مش هيحب يجرحك قوي. لا يمكن. لا اختيارنا احنا برضه. ما خلينا نبقى صراحه مع بعض. انت لما بتتعرفي على الراجل لازم تنقيه راجل محترم طبعا. في ناس في ناس بتمثل بقى. في ناس بتمثل. ما برضه مش هنظلم الرجال. ما احنا برضه لينا حبه تنقيه. بنت حرام بتتكعبلي في حد كده يعني فرش لك الارض ورد وعامل حركات. احنا كلنا بنتكعبل بما احنا بني ادمين برضه. يعني برضه صراحه مع بعض. يعني احنا كستات بنتكعبل واحنا عارفين ده. طب ممكن اسال سؤال؟ لا في ناس النرجسيين بقى دول ما بيتهرشوش. الناس النرجسيه المريضه مش هتعرفيهم. طب في اي علاقه من الراجل مش هتعرفيهم الا بعد الاختفاء بقى والحركات دي تكتشف ان كنت مع مريض نرجسي وانت ضحيه. نهله استاذه سوير استاذه مفيده مين اللي بيحدد العلاقه؟ يعني الراجل والست بتعرفوا على بعض. الست اللي بتحدد شكل العلاقه دي. طب الراجل مش برضو لازم يكون موافق على هذا الاطار وهذه العلاقه؟ امال هي تحدد لوحدها يا احمد معنا تمام احنا متفقين على ده. يبقى الراجل لما بيطفش من الست يبقى ده سببه ايه؟ ان هذا الاطار اتغير. انا كل الرجاله اللي اعرفها عملت اللي انتوا بتقولوا عليه ده. قفلوا التليفونات ما بقوش يردوا بعطوا مسافرين ويقول لك انا مسافر بره. كل ده نتيجه لان هي على طول عايزه يتدبس. لا اما بجواز عرفي لا اما بجواز عرفي عايزه تحولها الرسمي. لا اما متفق من الاول انا عندي اولاد كبار انا جد ما ينفعش اجيب اولاد تروح تقول له لا ده انا حامل. كل ده بيخلي الراجل يطفش. يعني اللي هو مش عايز يبقى مسؤول او مش عايز يبقى متورط. لا في معاهده ما بيني وما بين حضرتك نحترمها هتشوفي مني زي الفل. انما هتلفش من ورايا. طب لو واحده ما قالتش كل الكلام ده واختفت. لا انا عايزه اكلمك على حاله انه ما كانش في اي حاجه من كده وهو لقى واحده ثانيه. هي بالنسبه له كانت ماليه عينه لحد ما لقى الثانيه. هذا الشخص النرجسي الجميل. ده مش نرجسي ولا حاجه. ده الانسان بياكل طبيعي بيزهق من الاكل اللي بياكله طبيعي. ممكن يتجوز واحده واثنين. مش اكله. ممكن لا لا يعني لا يعني حياتنا كلها يا جماعه. ممكن واحد يزهق من مراته يزهق من صاحبته. مراته مش يزهق من صاحبه. ايه المشكله يعني؟ يعني يزهق حتى من بالعكس ده لو في اول علاقه. وانا كل ما اعرف واحده هتجوزها يروح يتجوز عليها. احمد انا عايزه بس كل ما اتعرف على واحده هتجوزها. انا موافقه ان الراجل يعني انا كل ما اقعد مع واحده قعدتين ثلاثه. لا ما انت يا بابا انا اروح اتجوزها. بابا ما انت بترسم. ما هي انت الاول مش انا. لا يا بابا مين اللي بيرسم الاول؟ احنا كستات ولا انتوا كرجاله؟ انتوا ملايكه يعني. لا انت الرسمه الاولانيه في الدقه. انت عجبتني بس انت اللي بتيجي ترسم. ايوه يعني ايه؟ انا فتحت الباب انت بقى تعالى ارسم. انت بترسم. انت النهارده لما تيجي تقول لي انت هترسمي مش انا هرسم. لا انا بتقبل رسمك. لا معلش. لا لا انا فتحت الباب اتقبل رسمك لو عجبني. طيب خلاص. لو مش عجبني تلاقيه مين اللي جرجر مين اللي بيمثل بقى ومين اللي جرجر رجلي؟ احمد عبدون. لا لا يا احمد لا يا احمد خلاص مثلنا احنا الاثنين. انت مثلت وانا مثلت. لا مش كده برضو. انا ما مثلتش. انا فتحت الباب ليه ان انا اكتشفك. انت جيت لي النهارده. هل معقول ان انت تزهق من اي علاقه لسه في اولها ما بقالهاش 6 اشهر وتقول لي اصل الراجل بيزهق من مراته؟ لا. بتزهق مراته بعد 20 سنه. انا ممكن ازهق بعد فتره. وفي ستات برضه بتطفش. يا احمد ما انا ممكن ازهق منك برضه. ما ده بيحصل. في ست برضه بتطفش. في ست بتختفي. يعني ده وارد ان الست تختفي؟ لا الست ما بتختفيش. على فكره الست لما بتختفي بتختفي بارادتها. الراجل لما بتكون قايله انا بشوف وبيكون بعد مراحل كتير جدا. الراجل لما بيختفي بيختفي فجأة من غير سابق انذار. لو هذا الرجل اختفى من حياتك ورجع معتذرا او رجع منكسرا او رجع اي حاجه ردك هيكون ايه؟ لا يمكن. لان مثلا يعني انا وزني 50 كيلو. لو وزني 50 كيلو ده ما رجعلوش. قال لو عايزه اتسلى بقى وارد الالم هرجع واختفي بعد كده برضه. مش معركة. بس ده عايز سلة. انا مش فاضيه. طب انا عايز كتير يعني. سامح. لكن ده استحاله رجاله. ما هو انت فقدتي الامان. واحد كنت في عز الامان اختفى. فقدت الثقه. فقدت الثقه. والست عندها مشكله مع الثقه. هو فعلا 6 اشهر في حياه الراجل في علاقه كتير تزهق؟ على حسب.
اما لما يتجوز 20 سنه على حسب حسب الست هو هيزور في ست يتزهق منها بعد اسبوع وفي ست ما يتزهقش منها. انتوا بتزهقوا من صوابع رجليكم. ما انا هقول لحضرتك على حاجه يا حبيبي. الزهق على حسب انواع. الزهق انواع. جربنا كل الستات. الزهق انواع بالنسبه للرجاله. الزهق انواع. في زهق هيلثي في زهق مهم. ليه؟ لان انا ما هزهق من الست بتاعتي هبعد عنها شويه. وما بعد اما ابعد عنها شويه كده واقعد مع اصحابي اكتر واقضي وقت اكتر. اجازه زوجيه يعني هتاخد اجازه هتشقلها. انا عايز ارجع بيتنا. ده الهيلثي. ده الهيلثي. ما ده حلو. انا اعرفه ازاي بقى ان انا دلوقتي في زهق هيلثي في حياتي. ايه ما انا هقول لك ازاي الهيلثي ده. في امريكا كانوا يقول لك ايه من لك رابر باند زي الاستك لازم يشد والاستك لما يتشد اخره بيعمل ايه بيرجع. انما لو جه يشد قعدتي تبتعد هتزهقي في عيشته وهتطفشي وهتخنقي وهيجري مش عارف ايه الزهق انما الزهق يا فندم ايه؟ على رأي عبد الله الزهق في زهق بقى. انا زهقت من الشخص ده. انا خلاص احنا قضينا يومين وزهقت من الشخص ده. في رأيي ده مش عيب اصل ممكن هي تزهق مني. بس قول لي بس اتكلم بس سلام عليكم انا زهقت انا اسف انا ابن كلب ما في ما في ده مش انت ده انا ده مش عيب ما القصص الحمضانه كتير قلبي ايه واقول لك انت زهقت كلب بس انا ولادي كلاب ما حدش يجيب سيره الكلاب وسيله ضغط برضه سواء الراجل او اختفاء السيده في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده بيبقى نتيجه ان هو بيضغط عليها عشان كده هي بتفضل تلف حوالين نفسها وتبقى هتتجنن عليه وفي النهايه بيضغط عليها قوي وبتروح له وبتنصح ما بتعملش زي الاهل ما بتقول بقى ده بتروح وبتقبل. يا احمد في حاجه ما حدش تطرق ليها الخوف من الارتباط دي موجوده. ايوه ده موجوده عند ست وعند راجل. يعني انا مثلا انا بخاف من الارتباط. الراجل اكتر والست كمان. لا الراجل بقى مسؤوليه اكتر. الصراحه اللي خاف من الارتباط يقول انا بخاف من الارتباط. انا عندي فوبيا زي الاسانسير وزي الدور العالي وزي الاماكن المقفوله. انا الارتباط عندي فوبيا من الارتباط بالمناسبه. يعني خصوصا انت عارفه مفيده ده عشان فوبيا من الطلاق سهير الافلام بتاع زمان قرده حلا ومش عارفه ايه والجواز من الطلاق. خلينا نسمعها ليه. يعني انا زي ما نهله كانت بتقول انا شديده التعلق تماما. انا بتعلق تماما فانا اخاف ابقى متعلقه. شكرا. امرض نفسي خايفه نسيبك فجيلك اجي اكون متعلقه تماما بالشخص ومعتمد. يعني مش طبعا التعلق بالله اهم شيء بس انا بتكلم بقى حته دنيويه. بتعلق تماما بالشخص ده مش ممكن اعيش من غيره. مش ممكن اعيش من غيره. طب هتعملي ايه؟ وحصلت معايا وقعدت اتعافى فتره عياط ليل نهار واكتئاب وشغلي نهار وكل حياتي انهارت. فين وفين لما بتقفي بقى تاني انت عايزه بقى. طب بتعملي ايه دلوقتي؟ دي وحده. انت اجبرتي نفسك او حكمتي على نفسك بالوحده فعلاً. خوفك من التعلق فعلا. يبقى دي فعلاً. قدام دي لازم تعملي يعني بحاول بجد ان انا بقعد مع نفسي بجد. دي حقيقه يعني بتنفخي في الزبادي. بس الوحده احسن. انا الوحده احسن بكتير من لا 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 انا حب انا عاطفيه. انا عاطفيه جدا. ليه الجواز عقل؟ ما اقدرش. لو راح في حد دلوقتي يقدر يتجوز جواز عقل؟ لا ما اقدرش. مع واحد ما انتش بتحبه ازاي؟ لا ليه؟ انا عاطفيه جدا. انا طبعا جوز جوز قال؟ لا هو هو الحل اختار حد. انت احنا قاعدين بقى يعني بنمثل على الناس يعني معلش يا جماعه. كل الستات بتتجوز جواز اقول لك الحقيقه مفيش واحده تزنى بالعقل. لا كلنا زي بعض على فكره. مش كلنا زي بعض على فكره. اكتر الستات بيتجوزوا بالعاطفه. ايوه مش طبعا زي بعض كمان. الجوازات الافراح اللي بنشوفها دي بتبقى. انا احكي لك انا احكي لك القصه بتبتدي. لا ده دول اصلا بتتجوز اصلا. اكدوا معايا البنات احنا كستات اول حاجه بتلفت نظرنا القلب خلاص. الحنية وبتاع. انا احب راجل حنين. دخلنا معاك ولقيناك ما تستحقش الكلام ده بس احنا اتجوزنا. ابتدي اخدها من ناحيه ايه؟ انت عندك ايه اقدر اكمل بيه معاك الحياه من غير ما اخربها؟ فاقول انا كنت بحبه فانا متقبلاه. مش هسممه يعني مش هعمله كوبايه شاي. بس انت بتتجوزي بالاول الاول بحب قبل ما تعرفي مين. بستظرف عشان اعرف اخش معاه اوضه واحده. ما هو انا عمري في حياتي ما اعرف. يعني مش نظام اللي ما معهوش ما يلزموش والحاجات دي. لا لازم ما هو انا لا انا بحب الشخص. ما هو في مجتمعي. ما هو الشخص ده برضه انا عمري ما هقابل في مجتمعي في حد ادنى. ما انا عمري ما هقابل كل واحد في مجتمعه. انت حكمت عليا كل واحد في مجتمعه بيقابل ستايل زي وحكمت العقل وسبت. معلش لا كل واحد في مجتمعه. كل واحد في مجتمعه. انا بعترض بقابل الناس اللي
اللي شبهه. لا انا بعترض. انت هتختاري حد شبهك. شبهي. انا بعترض. هتختاري حد شبهك خلاص. طب انت حطيتي شرط اهو. اه. انه يكون شبهك على نفس مستواك. انا مش هيلفت نظري حد غير وهو شبهي. انت حاطه شرط اجتماعي انه زيك. بخش بقى انا بشوف يبقى ده قلب. بس ازاي يبقى ده قلب؟ ايوه ما الحب بالقلب والعقل. مع واحد من نفس مستوايا ونفس الليفل بتاعي. انا ما بعترضش واحد يا بابا. انا في الكوميونتي دول الناس الحواليا. انا ما بروحش عند العقل. دخل في الموضوع. العقل دخل في الموضوع. القلب يعني هو اللي بس العقل دخل في الموضوع. العقل دخل يتيك اوفر كده يقول تعالوا بقى نحط كل حاجه مكانها. المشاعر مش قرار. انا مشاعري تجاه شخص ما بتبقاش قرار. صح. لكن ارتباطي بشخص قرار. يبقى قرار. هنا في عقل. بالزبط. لكن بالزبط. في مشاعر في الاول دي ملهاش اي حساب. انا اعجبت بحد. ما تحضر في مشاعر او يعني مو فود هنتقابل ما ده قرار. ايوه ايوه يعني تمام. بس جاي من انا مثلا ممكن اشوف واحده تعجبني واشوف واحده تعجبني واقول ما تنفعنيش. عقلك لازم ابص على العقل. العقل بيدي اشاره للقلب. ايوه مفيش حاجه اسمها. طب حلو قوي. العقل بيدي اشاره للقلب. انا عايز اسال سامح. فتح موضوع مهم جدا. سامح بيقول ان ممكن الراجل يبص على ست ويقول دي ما تلزمنيش ما تنفعنيش ما تنفعنيش. انا مش هسال عليكم. ممكن يحبها وبس هي ما تليقش. لا هو تصوره طبعا انها ما تنفعش تبقى زوجته يعني. بس هو بيحبها بيحبها وبس ما تنفعوش. انا بقى مش هسالكم انتوا. انا هسال البنات. ده بيبقى مريض معاق. ليه دماغه دي؟ لا 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 يا ست بيحبها ما تلزموش ما يحبهاش. لا بيحبها بس ما تنفعوش. انا مش سلطان على قلبه. انا مش لكن ليه سلطان على قلبه عشان ما نزل. لا مش لا طبعا انا مش بتكلم عن نفسي. نو 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 مش كلام ان شاء الله. انا دلوقتي عايز اتكلم. الراجل اللي ممكن يشوف ست من اول مره ويقول الست دي ما تلزم ما تنفعنيش. ما تنفعنيش. مواصفات الست دي انت من وجهه نظرك كراجل تبقى عامله زي ادونا ادونا هنت عند ماشي. اللي هي شكلها بتخرج كتير يعني بتخرج كتير وتعرف يعني رجاله كتير. يعني تعرف ان الست اهو يعني في اليوم السنه بتخرج كتير بتعرف رجاله كتير. يعني كارير وومن تو ماتش انها تحس انها تضغى علي. عندها ست عيال الاسباب كتير. الاسباب كتير. عندها ست عيال كارير وومن. انا قصدي سبب من دول مش كل الاسباب. بتخرج كتير. بتخرج كتير. مختلفه عندك في الطباع مثلا. مختلفه عندك كشخصيه. الصوت مهم جدا. ممكن واحد بيشرب عايز واحده تشرب. سامح انت كم مره كتير خرج ولم يعد؟ انا خارج ولم يعد. هربت بالمنظر ده؟ لا ولا مره. ولا مره. شكلك كل مره. كل مره, مرة بتواجه بتقول السلام عليكم وانا ماشي. طب كل مره بتعملها فيش ولا مره كده جلت؟ لا 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 خالص. اصل ليه ده انا عملتها عليك. مره عملت مره خرجوا لنا يعني. ايه بقى اعترف. لا ما كانش ينفع يعني. ما كانش ينفع الموضوع يستمر. فلقيت الموضوع لا كان الاسباب خاصه بيا هي. فما كانش ينفع يعني. فانا خلاص ما بقيتش ارد على التليفونات. بقيت تكلمني من نمر ثانيه وايش يعني. كانت بتطلبها يعني وانت ما بتردش يا احمد. يعني وصلت اخر يعني غيرت رقم تليفوني خالص ايش ارد عليه. فدي بتحصل لان اكيد هي يعني كنت قادر تواجهها. انت كان عندك النيه ان انت تكمل ولا انت كنت ناوي؟ لا ما كنتش عايز اكمل. ولما واجهتها انهارت اكتر. ولما قلت لها الحقيقه بقى انهارت اكتر. يعني عشان كده لما بتحبي حد بيصعب عليكي. طب كده انت رديت وقلت في ناس بتختفي. انا فضلت ارد. ما جابتني بقى. في النهايه انا اضطريت ارد فجرحتها فانهارت. قول لي يا احمد ثابت عليا جدا. انا عايز اسالك سؤال. انت وانت بتقول جابتني بقى احساسك ايه لما شفتها؟ لما جاب لما جبتها لما جابتك اول مره كنت فين وبتعمل ايه؟ كنت قاعد في ريستوران بنقعد عليه. لقيت قاعده قدامي. لا وعلى فكره مره ثانيه برضو عملتها مره. مره لقيتها قدامي في مكتبي ايديها متجبسه. كانت عملت حادثه ولقيتها جايه لي بقى ورجليها متجبسه. حسيت بايه؟ حسيت انك صغير؟ لا خالص. حسيت انك حسيت انك عادي يعني بلا قلب مثلا بلا ضميرك. طيب عامل ايه؟ انا ما بحسش. بحبش نظام الافلام والتمثيليات يعني. انا ما كسفتش يعني. الست ممثله قديره. لا ما كسفتش. هي اللي ممثله قديره. طبعا الست قادره انها تلعب الالف. عبدون ما كسفتش. قلبه ميت يا جماعه. يعني ما كسفتش. حتى القاب السينما كلها على الست. بلا قلب. لا يعني حتى القاب الفنانات كلها تلاقي الستات اكتر من الرجاله. عشان احنا مش دلعت السينما والفنانه القديره وست شاشه عربيه من مصر الاولى ومعبود الجماهير. على فكره ده الجرح جامد قوي عشان يبقى بالقسوه دي. ده الجرح جامد جدا. ولا ده برج الكانسر من اطيب. انا عايز افهم الجرح. انا اسالك سؤال. انت ما اتكسفتش مرتين اللي دخلت ولقيت نفسك حصل عليك كبسه خالص؟ لان انا كنت وضحت ده اللي بقول لكم. الاطار
وده نصيحة لكل بنت وسيدة، أرجوكي مش كل مرة تتصوروا إنك هتدبسوا الراجل لما تخرجوا على الإطار، حافظي على الإطار الراجل واضحهولك، جواز عرفي، صداقة، صحوبية، زمالة، جواز رسمي بس في السر، عايزة أسعدك لو سمحتي زي ما بسعدك. أنت بتتكلم عن نوعية رجالة مش كتير. أنا حضرت جوازة، جوازة عرفي، الراجل قال لها بعد قدم لها الشبكة كده قال لها بصي أنا عملت لك كل اللي أنت عايزاه عشان أسعدك. فاسعديني بقى شويه. طيب انا هي عملت ايه بقى؟ إيه؟ راحت بقى هددته كل يوم هتصل بمراتك هقول لاولادك هتصل بمراتك لا عشان تعالي على مراتك انت بقى عيد ميلادك مع مراتك في الاخر ايه بقى؟ في الاخر خالص جاب الورقتين واتقطع. انا للاسف الشديد الوقت المحور ممتع جدا بس الوقت بياكلنا مش فاهمه في ايه بيقتلنا حياتي حضراتكم على وعدك شكلك اللي خليته يهاجر ساب البلد وهاجر كمل بلد خلونا معلش انا بعتذر هكمل الموضوع ده مره ثانيه تحياتي لحضراتكم واسمحوا لنا نطلع فاصل وانت طيب ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع خبيره التجميل هواده نصار. التالي وصفات طبيعية للحفاظ على البشرة مع خبيرة التجميل هويدا نصار. طبعا بعد ما اتكلمنا على موضوع الدنيا حر والناس مفروض انها بتصيف وقت طبعا درجات الحرارة تبقى فيها عالية حصل في ناس كتيره جالها حروق زي روجينا فنانتنا الجميله فقلنا مفيش حد يلحقنا غير هويدا نصار احنا نجيب هويدا نصار ونهريها اسئله ونقول لها نحافظ على بشرتنا ازاي ونعمل ايه في الحر ده واحنا عايزين ناخد تاننج وفي نفس الوقت ما نتحرقش ونتكلم معاها في كل حاجه بالذات كمان ده موسم افراح وعرايس فبيسعدنا يكون موجوده معانا في نجمتنا الجميله هويدا نصار نجمه في مجالك ازيك يا حبيبتي خسه وقمر كده قفلت بقي اه وبلعب رياضه وشك خاسس وكل حاجه خاسس أحلى أحلى, احلى 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 ودايما احلى ودايما من احلى الاحلى ما بحبش الوش المنفخ آه يعني كده كده تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين والمنورانا هويدا ولونك حلو وحشتوني وكله قمر يعني قولي لنا يا هويدا في ناس كتير وحشتيني انتوا والله وانت جد وحشتينا جدا مس بوث اوف يو الحمد لله على السلامه ومنوره سهير بالابيض الجميل ربنا يخليك يا هويدا ده نورك العروسه بتاعتنا دايما قولي لي في ناس ما بتديش اهميه لفكره تنظيف البشره يعني يقول لك يا انضف البشره بقى كل شهر وبينتبهوش ان الصيف بالذات لازم يعني ليه لازم ننضف البشره مره كل شهر وايه افضل طريقه بسيطه لتنظيف البشره شوف يا سهير دلوقتي احنا صيف طبعا والصيف السنه دي مش طبيعي فبالتالي في حروقات تحصل ان الوش بيتحرق بيتلسع بيبتدي يظهر كلف بيبتدي يبقى في تصبغات في الجلد الصيف يعني البشرة في الصيف عايزة روقان يعني ايه روقان يعني اول حاجة طبعا اللي هقوله ده كلنا عارفينه ننام كويس نشرب مية كتير قوي 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 في الصيف لانه المية دي اذا الجلد نشف كارثة وناكل اكل صحي بلاش الدهون بلاش صحي الاكل الصحي كلنا عارفينه انا عايزه اقول على حاجه في حاجه اني لازم اعمل امشي ببخاخ لو انا هنزل البحر او هبقى طبعا مبدئيا ممنوع انزل البحر وانا حاطه مكياج زي ما احنا بنشوف طبعاً الناس طبعا على القانون ده بس ممنوع الحركه الغبيه خلاص انت ما بتقدريش شكلك مش حلو على فكره خالص حطي اعملي بيرمننت ميك اب اعملي حواجبك اعملي بقك اعملي اي لاينر بالبيرمننت ده اللي هو whatever المايكرو نيدلينج مايكرو whatever بس مكياج وفوندي تام مرفوض تماما اوكي رقم واحد لازم همشي في حاجتين معايا ازازه الميه والبخاخ البخاخه بتاعت الميه الثيرمال البخاخه البخاخه دي انا هبقى عامله ميه ورد مع احط في ميه الورد جليسرين النسبه هتكون الجليسرين يبقى قليل قوي عشان الجزيئات بتاعه الجليسرين كبيره فانا مش عايزاها تعمل لي مشاكل فهحط 4% يعني ممكن جليسرين زيت عاملينه جديد لا انا عايزه جليسرين جليسرين الجليسرين عشان انا ممنوع الزيوت في الصيف على البحر ممنوع
زيوت بتسبب حروق وبتسبب تصبغات، ولكن الجليسرين ما احطوش كتير بنسبه 4%، البطل مثلا 50 مللي احط عليها 2 مللي جليسرين يترش وامشي في البخاخه. سان بلوك واختار سان بلوك كويس، لازم 50% بالكفر يس 50، وبلاش يكون من الحاجات اللي بتدي لون، لانه بيكون الحاجات اللي بتدي لون فيها داخل فيها نوع من الكيميكال اللي هي الفاونديشن اللي هو الكريم الابيض او السبري. الحاجة التانية، الزيوت ممنوعة في الصيف، ممنوعة تماما. ولو أنا بشرتي جافة بزيادة فأنا في الصيف هروح عاملة إيه؟ زيت الزيتون طبعا لأ في الصيف تقيل، ممكن جوجوبا، الجوجوبا ممتاز. لا على وشي بس في ناس بيحطوا الزيوت على جسمهم عشان ياخدوا التان. حطي جوجوبا برضو عشان ما تتحرقيش، لكن زيت الزيتون لأ ولا في الصيف لا، ولا وش ولا بشر ولا جسم، لا لا في الصيف لا. وبعدين الجوجوبا حلو، الكوكونات حلو، زيت الافوكادو حلوه قوي، الحاجات دي بتبقى جميله. وانا بفضل بعد البحر بلاش زيوت، في ناس برضو متعوده بشرتها نشفت روح خلينا على الزبدات اللي هي الشيا، زبده الشيا، زبده الافوكادو، الحاجات اللي هي هروح بتبقى ساعات زبده الشيا في ناس تشتريها خام تبقى يعني ناشفه، فخليني اخدها احط عليها شويه جليسرين اعمل لها حمام بخار، وبعدين نروح حاطينها في علبه وتدهني وشك، تدهني جسمك، تدهني. قبل ما ننتقل لحاجه تانية عايزه ادي انا وصفه لكريم انا مسمياه او انا وغيري اللي استعملوه مسميينه الفلتر. فلتر فلتر يعني كانك عملتي فلتر، فلما بتاخدي صوره يا للدرجات يعني مش بتحلي، بندخل على الفلاتر. اختي قولي لنا ايه كريم الفلتر يا جماعه؟ كريم الفلتر ده بديل الفلتر. انا سميته كريم الفلتر لانه فعلا هو حاجه رائعه. شوفي هنجيب نص كوبايه رز، نص كوبايه رز نغسله اوكي اول، وبعدين ننقع الرز لمده ساعتين اوكي، وكل شويه قلبي عشان يطلع لي ميه بيضة من الرز. مغليهوش انا منقعاه لسه. هتكوني ناقعه معلقتين حب اللي هو اسمه ايه البان الذكر اوكي، تبقي غسلاه وتنقعيه من بالليل معلقتين كبار مع الرز لا لوحده لوحده، وهنفضل نقلبه نقلبه نقلبه. بعدين ما تحطيش ميه كتير كتير عليه، والرز برضو معقول يعني. هتروحي جايبه مصفياه بالمصفى الرز ومصفيه بالمصفى لبان الذكر اوكي، وتروحي جايبه معلقه نشا اوكي، وتخلطي تخلطي تخلطي تخلطي، وبعدين حطيه. يعني انا بخاف من ان احطه دايركت على النار عشان ما يكبتلش مني لا، بحطه في بخار يعني بعمل حله وحله اصغر وبتحطي فيها او مصفى حمام بخار، تحطيه على البخار او على النار على نار واطيه، ضلك قلبي عشان ما يكلكعش. بعدين هتسيبيه يبرد، بعد ما يبرد هتجيبي زيت ورد، لو ما عندناش زيت ورد زيت لوز واتيفر هتحطي عليه، تحركيه وتسيبيه يبرد وتحطيه في الثلاجه. وحطي الميه اللي انا خدت النقعت النقعتين اللبان الدكر والرز والنشا نطبخه، بعدين نحط عليه زيت ورد زيت لوز زيت whatever، بس بلاش في الصيف زيت الزيتون اوكي اوكي. الوصفه دي رائعه، كريم انا مسمياه الفلتر. عارفه هتحطيه على وشك قد ايه؟ كل اسبوع مثلا كل يوم ادهني وشك. الرز ده الرز لما بطبخه لا ما احنا ما خدناش الرز، احنا اخدنا ميه الرز، ما احنا حطينا الميه وحطينا ميه الرز وميه اللبان وحطينا نشا نشا، وحركي حركي عشان النشا ما يكبتلش، هيعمل لك تكستشر حلو. يعني كل يوم احط على وشي مش هحتاج اعمل فلتر ولا ادهني كل يوم؟ طبعا ادهني كل يوم. في حاجه للتصبغات كمان، الناس كتير مهتمه السنه دي في التصبغات عشان الشمس حتى مش البحر يعني. هاتي الكركديه واطحنيه، اغسليه اطحنيه، وبعدين حطي على الكركديه جليسرين وصبار ونقطه اي زيت ورد، وبعدين هتروحي دهنه جسمك بيه
او كركديه او نفس المكونات العرق سوس كمان للحروق كويس جدا كويس جدا جدا. ده الحروق للحروق للحروق التصبغات سوري تصبغات يعني اقدر احطه على جسمي وانام بيه يعني الكركديه زمان كانوا بيقولوا لنا ايه سوري انا اسفه يعني ادعكي فيه الحاجات اللي ما بتطلعش في البوتاجاز هو فهو يعني انا احطه كماسك وبعدين ادعكه افركه سيبيه كماسك وبعدين اغسلي وشك حلو ده كركديه ونقطة زيت ورد زيت أي حاجة عندنا جليسرين وصبار يعني واضح إن الجليسرين قاسم مشترك في كل الحاجات ولكن نسبة الجليسرين زي ما قلنا ما تزيدش عن 4% 4% يعني يعني معلقة ممكن معلقة معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة معلقة كبيرة طيب احنا كده اتكلمنا فيما يختص الصيف والكلام ده انا عايزه اخش في ناحيه تانية فكره النضاره برضو الصيف بيسرق مننا نضاره الوش مش كريمات انا بكلم على حقن النضاره هل في بديل وافضل محافظه على يعني انا من الشخص مثلا اللي ما بخرجش طول النهار بحط ميك اب انا بحط بس وانا في الهواء بس بحس ان وشي بيبقى دبلان شوفي انا عايزه اقول لك حاجه بصي حقن النضارة دي بقت هي عبارة عن عالم كبير قوي 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 مليون ألف حقنة نضارة وكل يوم تسمعي على اسم حقنة وكل يوم تسمعي يعني أنا واحدة من الناس حصل لي مرة حاجة كارثة سودة في وشي بصراحة نتيجة حاجة حقنة من الحقن اللي كده عملت لي فايبروز وقعدت سنة ونص بتقولي لي مختفية أنا سنة ونص باخد كورتيزون كنت من الفايبروز اللي جالي بصراحه من حقنه ليه حقنه فيلر ولا نضاره حاجه من ده على ده وجات لي سبحان الله في ناحيه واحده الناحيه اللي هي هنا طب نعمل ايه وبعدين اتعالجت كورتيزون سنه ونص تخنت جات عملت دايت خسيت يعني فاهمه قصدي فانا دلوقتي ماشيه جنب الحيطه انا عن نفسي انا مش عايزه حد يزعل مني يا جماعه انا مش بحارب حد انا بقول انه خدي بالك لا خلينا تبالغي خلينا في الطبيعي احسن لا تبالغي في الحقن خلينا بشويش يعني بشويش وحاولي يعني نشوف تركيبة الحقنة ايه فيها ايه طب بلاها حقن خلينا في الوصفات الطبيعية ايه ليه دي يا دارة من المطبخ احنا قلنا الماسك بتاع العطار ممكن تعملي ماسك الخيار مع الصبار ممكن تزيدي انا مش عايزه ماسكات طب انا بدي من ماسكات كريمات عايزه كريمات اديني حاجه احطها وانام بيها الكريم اللي قلت لك عليه الوصفه دي حطيه وانام بيه ويدي نضاره يدي نضاره وبعدين ما ننساش منطقه العين يا جماعه اي حاجه فيها جليسرين هتديكي لمعه هتديكي جلو الجليسرين بيدي جلو طب في كريم في السوق قديم قوي علبته زرقاء مش هقول اسمه عارفه عرفته طبعا الكريم ده تقيل جدا في ناس تحفه في ناس بتستعمله وتحط عليه مثلا فيتامين سي لا ما تزوديش زيوت احنا قلنا لا مش لا عارفه فيتامين اي الازايز فيتامين اي عشان بينام وفي الازايز اللي هي بتاعت اللي هي فيها مثلا هيروليك اسيد كده تحط عليه جليسري شوفي يعني انا ما هو اصلا 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 لا هو مش جليسرين هو مش ابيض هو ابيض بس بروتكشن ماشي حطي جليسرين هيخففه هيبط يعني لما بتحطيه انا عارفه الكريم ده بيلزق كده بتحسي انك ملزقه طب الجليسرين كريم ولا زيت بيفكه لا الجليسرين اللي في الاجزخانه ما في مش فيه. كريم نو مش الكريم الليكويد معلش انه اسمه ايه انا ليكويد من الصيدليه بتشتريه ب 6 جنيه ولا حاجه ما هو جليسرين علب لا ما عشان كده سالتها حبيبتي جليسرين بوتل اللي هو الليكويد في القديم هو ده اللي بساله لا مش جديد ده من 1000 سنه انا جبته مؤخرا لا هو مش زيت جديد بالنسبه هو زيت ممكن زيت. ما علينا هو مش زيت بالمناسبه هو ليكويد عامل زي الهيرونيك اسيد كده تقيل برافو عليك اخلطيه مع الكريم اللي بتقولي عليه وحطي عليه بهيروليك اسيد وحطي عليه حطي فيتامين اي فيتامين سي وات ايفر شوفي في ماسك كمان للنضارة سموالي زبادي مع عسل مع خميرة التركيبة بصي الزبادي بيفتح وبيغذي لأنه في بروتين العسل أنتي أوكسيدنت والخميرة أوميجا على مش عارف إيه على حاجات كتير جدا بتشد البشرة بتعطي نضارة للبشرة بس إحنا هنحضره إزاي أنت عارفة الخميرة لازمها سكر أو بتبر إحنا بنحط عسل تاخدي حبة لبن
حبه صغنونه وتحطي عليها معلقه شويه دافيه مش ساقعه مش سخنه دافيه لبن دافي وبنحط عليها شويه عسل عشان نكتب الخميره وبعدين بتحطي الخميره وغطيها شويه بتبتدي بتطلع رغاوي كده على الوش بتعمل زي فوم خدي الفوم ده وادهني وشك وبعدين سيبيه ربع ساعه واشطفيه وحطي الكريم بتاعك رائع طيب رائع. خلينا نروح بقى للمشكله كتير الستات بتقابلها الحواجب رسم الحواجب وبعدين سمعنا ان في حاجتين طلعوا جديد احنا كان اخرنا المايكرو بليدنج في ابديت حاجتين كمان ايه بقى القصتين دول ولو حد عامل تاتو اللي هو على قديمه يعني يعمل ايه بالظبط شوفي انا ضد اي حاجه بتقعد مدى العمر فتره طويله التاتو بالظبط احنا كل ست اشهر كل سنه الحواجب موديلها بتغير يعني دلوقتي الصيف ده انا شايفه رسومات حواجب جديده اللي هو من النص عريض ومن النص ما انت فاهمه فانت لو عايزه يبقى ليه تلزمي نفسك ليه الناس بتخاف تقول لك اصله ما بيقعدش اصله ما بيقعدش عارفه تيجي الستات تقول لي ايه هو ايه ده اصل هو ما بيقعدش طب ما قعد معاكي سنه السنه انا لما ما بيقعدش بستعمل اورجانيك ما فيش نقطه رصاص الرصاص وانس دخل في التاتو في سوري في الانك في الحبر الرصاص اتدمرتي اولا هي مش هيروح لو ما قلبش اخضر وحظك كان حلو يعني والبرودكت نوع نظيف هيقلب على رمادي ودي كارثه وبيبقى مش حلو خلاص انت لبستي الرسمه طول عمرك الا اذا هتعملي ازاله طيب في المايكرو بليدنج المايكرو بليدنج مشكلته مع البشره الدهنيه ما بيقعدش ليه لانه البشره الدهنيه فيها مسام انت بتستعملي البليد اللي هو اللي زي الموس زي المشرط فالبليد لازم ادخل فيه شويه يعني يبقى ابقى طف سنه ما بدخلش جوه قوي بس ابقى طف سنه فيه فاللي بيحصل انه المسام المفتح بيخليه يفرش البشره الدهنيه انما هو في البشره الجافه بيرفكت طب إيه؟ انا بحب انا هقول لك الجديد الشادو الجديد مش جديد يعني الشادوينج والمايكرو نيدلينج ايه بقى المايكرو نيدلينج اكتر حاجه انا بحبها المايكرو نيدلينج ليه هو نفس الريزلت بتاعه المايكرو بليدنج اللي بتعمليه شعره وشعره نايمه وشعره داخله وشعره حتى لو انت عامله تاتو قديم لا ولكن انا بشتغل بنيدل رفيعه اسمها مايكرو نيدلينج تكادي ما تشوفيهاش فدي للبشره الدهنيه بتروح رسمه فاهمه وبيبقى فيه فراغات في النص لانه لو لزقتيهم على بعض ده اللي الناس مش عارفه تيجي تقول لك في فراغ هنا يا ستي ما احنا راسمينه شعر نقوم معبيين في النص ما بين الشعره والشعره شيدنج الشيدنج يعني مزج بين الاثنين الشيدنج عباره عن ايه الشيدنج انا لما بشتغل هي الماشين هي الابره ولكن التاتو كنت انت بتشتغلي كده او كده او كده سيركل يعني يا سيركل يا رايح جاي يا زي وات ايفر عشان تعبي المساحه كلها الشيدنج لا انا برفع ايدي والماشين بتاعتي ما بتعملش خطوط بتعمل تك 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 تنقيط فانت لما وممنوع اقرب جامد على الجلد يعني انا زي يقولوا هبو لما بتشتغليها هبو وده يضيع الشعر الابيض اللي في الحاجب من غير ما الشعر الابيض ملوش لازمه ملناش دعوه بيه احنا بنشتغل جلد ايوه بس يغطي لا مش حاجه بتغطي الشعر الابيض الابيض ده جي شعر انت بتشتغلي الكلام ده على الجلد طب اغطي بعد ما اعمل مثلا شيدنج وبعد ما اعمل ده الشعر الابيض عامل فيه مش عايز اشيله ومش عايز اصبغه لو صبغته هبوظ اللون لا هقول لك حاجه شوفي هو في صبغه مخصوص للحواجب بس للاسف هي مش موجوده هنا لانه صبغه الشعر ما بتصبغش الحواجب في صبغه مخصوصه للحواجب من غير امونيا من غير دي بتحطيها وبتصبغ الشعره يا بقى. زي الحنه لا صبغه الحنه بخاف منها بتعمل حساسيه ساعات ساعات تعمل حساسيه كارثه لانه كيميكال ما تصدقيهمش انه هي فانا بقول لك فالشيدنج
بتشتغليه اللي هو انت بتمشي في المكنه عارفه الهبو اللي هي تك 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 بس بعد ما تكوني عملتي المايكرو نيدلينج بقلبه مش كله مش كله يعني ما بينه وبينه وبينه بعمل اللي عامل تاتو قديم ايوه هو ده ملوش حل في الدنيا غير ازاله فريتي حد مش عندوش رفاهيه الازاله مفيش مفيش كده خلاص اتقفلت في وشه طب ما نجرب نلعب زي ما انا عملت انا طيعت التاتو إيه؟ عملت ايه عملته مايكرو بليدنج كذا مره مع استعمالي كتير طبعا انا بحط ميك اب فعندي الميك اب ريموفر مش عارفه ايه مع الوقت التاتو بتاعي لان انا خف فابتدى خف فابتدى المايكرو بليدنج يبقى ظريف دلوقتي بحس ان زي ما انت قلتي كده انا بحط بضيع فلوس ليه لان انا بستعمله وبروح مكياج وبغسل وبتاع ده فانا عايزه اوبشن تاني فكنت بفكر في الشيدنج بحيث كاني عامله عارفه انت كاني زي ما بقول كده عامله حنه او حاطه اللون ده انت عايزه حواجب شوفي ده اللي انا بنصحه للناس انا بصي بقول ايه حواجبي ناتشرال ما تكبرنيش بقول لهم يا جماعه خلينا نعمل الناتشرال ولو انت عند انت وانت غاسله وشك مش حاطه حاجه بيبقى تحفه لو عندك اوكيجن يا ستي زودي بالظبط زودي بالظبط بالظبط انما هو طبعا لازم ازاله بصي يا سهير في طرق يعني بس انا مش عايزه اقولها قوي يعني بلاش اوكي مفيش داعي لاني بخاف من لازم تكوني تحت مراقبه حد يعني في ناس بتستعمل عارفه ميه وملح وبيكربونات وبس لا بخاف لا لا بخاف ما تجيب التهابات ملهاش لازمه ملهاش لازمه بالظبط فهو يا ازاله يا اللي مش عايزه تزيل بنعمل حاجه اسمها ان جري شيدنج بعمل شيدنج بس لون تاني لون ان جري اللي هو مدي على اورنج تقريبا يا خبر ابيض ويبقى حاجبها لون اورنج لا لفترة. ما بيبقاش اورنج ابدا بالعكس بيبقى بني فاتح يعني لو ادى اورنج بيكون مدي اورنج يعني يومين وبعدين نرسم عليه اللي انت عايزه يعني يومين بس من ثلاث بس اللي انا عايز اسال سؤال انا عارفه ان احنا وقتنا خلص بس التاتو الاسود اللي اصحاب اللي عملوا اسود صعب لازم ازاله بس بيبقوا تعبان يعني لا ازاله انا عملت ازاله لا انا عملت ازاله عندي حالات نتائج رائعة بس مش ليزر خدي بالك الليزر ما بيشدش شوفي الليزر انت التاتو ده انا عملت ازاله اسود ازاي ريجوفيه زي ما بتشتغلي تاتو بتشتغلي بالمكنه بتفتحي الجلد وبتحطي الريجوفيه الريجوفيه بيعمل ايه وانا بشتغل بيبتدي يفور من تحت ويعمل طبقه كده متعوره اسود يطلع اسود وبيروح وتقعدي اسبوع وبعدين ترجعي نعمل بيروح بيروح طبعا طبعا بيخف جدا انما الليزر بيفتفته تحسي انه كلاح وبعد شهرين ثلاثه بترجع الجزيئات الرصاص بتتحد تاني وبيرجع اسود تاني عمر الليزر ليزر عادي والريجوفيه ده ما يوقعش الشعر اطلاقا وما يبيضش الشعر وما بيضش الشعر لانه الليزر بيوقع وبيحرق وبيبيض انما الريجوفيه ما بيعملش واللي احلى واحلى في الصيف الكالرنج اللبس الروز عندنا حاجات كتير عايزين نقولها بس الوقت مره تانية بقى ان شاء الله الوقت هويدا انت شرفتينا ونورتينا حبيبتي والله حبايب سعدنا بيكي يا هويدا وكل المعلومات الحلوه اللي انت قلتها لنا وسعدنا بكل مشاهدينا وكنت وحشنا جدا واجازه سعيده وعيد سعيد كل الامنيات الحلوه دايما لمشاهدي ستات على النهار وبكره يوم جديد للستات على النهار تحياتنا لحضراتكم وزي ما سهير قالت انتوا وحشتونا جدا 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 هنبتدي معاكم صيف سعيد ان شاء الله ومجموعه حلقات متميزه نشوفكم بكره ان شاء الله على مباشره والستات على النهار.